أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من موقع المصدر أونلاين: تعذيب داخل السجون وقتل أقارب المعتقلين خارجها. من الموقع بوست: الحرب توقف الكبار عن مواصلة تعليمهم. ومن صحيفة العربي الجديد: قائد اللواء 22 ميكا في تعز يقول لصحيفة عربية: حملاتنا ضد الإرهاب لن تتوقف. وأخيرا من البي بي سي: اليابان ترفع شعار لا للعمل حتى الموت. أهلا بكم. تعذب الميليشيا المعتقلين في سجونها، وقد اعتاد السجانون على دورهم هذا، لكن التطور في أساليبها هو تعذيب أقارب المعتقلين خارج السجون. ووفقا لموقع المصدر أونلاين، في خبر يتصدر الموقع: حوثيون يعتدون على والد أحد المختطفين في بوابة سجن الأمن السياسي حتى وفاته. قال الموقع إن والد أحد المختطفين في سجون جماعة الحوثيين توفي إثر الاعتداء عليه من قبل المسلحين في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء. وقال بيان لرابطة أمهات المختطفين إن علي السودي والد المختطف محمد علي السودي توفي بنوبة قلبية بعد تعرضه للسحل والضرب الشديد من قبل الحوثيين أمام بوابة سجن الأمن السياسي بصنعاء. وأضاف أن السودي كان يرتجي الحوثيين بالسماح له بلقاء نجله. وأوضح: تكبد السودي رغم عمره الستيني عناء السفر من قريته بمحافظة حجة إلى العاصمة صنعاء للقاء ولده المختطف للاطمئنان عليه، حاملا هدايا العيد المتواضعة، وظل لأكثر من 6 ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة يبكي ويناشد مسلحي الحوثي وصالح السماح له برؤية ولده، لكنهم رفضوا ذلك. وقال البيان إن الحوثيين طلبوا منه مغادرة المكان وقاموا بضربه وسحله غير مراعين كبر سنه، ففاضت روحه أمام بوابة سجن الأمن السياسي، والله وحده يعلم مدى الكمد والحسرة التي عاناها في دقائقه الأخيرة، ولا معين ولا نصير. إلى موقع الاشتراك نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية تحت شعار: الراتب حياة، العشرات بتعز يحتجون على عدم صرف الحكومة مرتبات الموظفين. قال الموقع إن الفعالية الاحتجاجية التي نظمتها المكونات النقابية وناشطون في تعز تواصل فعالياتها الاحتجاجية المطالبة بصرف رواتب موظفي الدولة المتوقفة منذ ما يقارب السنة، ودعا المحتجون إلى ضرورة النظر والمساواة بين المناطق المحررة وصرف رواتب الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر، ورفع المشاركون شعارات تطالب العالم بالتدخل وعدم الوقوف موقف المتفرج، بينما أبناء تعز يموتون مرضا وجوعا وتحت نيران قذائف ميليشيات الحوثي وصالح. اليمن ليست العراق. تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، مضيفا في أجزاء من المقال: ستدرك إيران بأن مشروعها فشل في اليمن تحديدا، وليس بسهولة العراق الذي منح لها في طبق من ذهب. البعض يعتقد بأن سقوط صنعاء المدوي قبل 3 سنوات بيد ميليشيا حوثية موالية لإيران بأنها غدت العاصمة الرابعة، على اعتبار أن بغداد ودمشق وبيروت عواصم تدور في فلك طهران. والحال بالنسبة لليمن ليس كذلك، رغم تكالب قوى إقليمية ودولية كما تتكالب الآكلة على قصعتها، وذلك حتى يجعلون من الحوثيين شوكة في خاصرة السعودية. السعودية نفسها تعمل بتخبط وضد مصلحتها بدليل فشل عاصفة العجز. لكن ما يمكن قوله بأن اليمن سيتعافى قريبا وسيتوارى كل من عبث باليمن، نقول مشروعهم فاشل، ناهيك عن أن الشعب قد عانى الكثير منهم خلال 3 سنوات، ومن هنا فتواري الظاهرة الحوثية قريب جدا بغض النظر عن عدم استساغة دول الإقليم لهم. فقط أمريكا من تريد الحوثي، لكن أمريكا ليست على كل شيء قدير، فالشعب هو من يحدد مصيره. إحساسي بأن الأيام المقبلة والشهور المقبلة ستبدأ بطي صفحة الحوثي بغض النظر عن موقف الشرعية الضعيف وتخاذل التحالف،
فالشعب هو الأساس الذي عانى من شرعية مترهلة وانقلاب فاشل وعاصفة عجز متورطة. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين والتي نقرأ منها: إبطال عبوة ناسفة زرعها مجهولون في محيط مسجد يرتاده مسؤولون أمنيون في عدن. أما في تعز، مواجهة بين كتائب من المقاومة في المدينة والجيش يفشل هجوما على الدفاع الجوي، وعنوان: منظمة حقوقية تكشف عن 208 من السجون السرية في اليمن. ومن أبين: جنود يقطعون الطريق الدولي احتجاجا على خصميات طالت مرتباتهم. ميدانيا، يعنون موقع سبتمبر نت التابع للجيش الوطني: قوات الجيش تباغت الميليشيا بجبهة العقبة وتكبدها خسائر كبيرة. قال الموقع إن قوة الجيش الوطني شنت هجوما مباغتا على مواقع الميليشيا الانقلابية بجبهة العقبة بمحافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش الوطني من اختراق مواقع الميليشيا وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما غنمت قوات الجيش كميات من الأسلحة والذخيرة. وفي السياق، قصفت قوات الجيش الوطني مواقع للميليشيا بجبهة الساقية بمحافظة الجوف، وأسفر القصف عن وقوع خسائر في صفوف الميليشيا الانقلابية. منطقتنا العربية مهددة بأوخم العواقب، وهي تجتاز منذ سنوات محنة تاريخية تضاهي أخطر محن تاريخها. ويل لأمة، هذه هي الخلاصة المرة التي يتوصل إليها الكاتب اللبناني جلبير الأشقر كمحصلة لمقاله المنشور في صحيفة القدس العربي. وقال الكاتب في جزء من المقال: ينذر الفشل الذريع الذي مني به ترامب حتى الآن في الملف الكوري بفشل ذريع مماثل في إدارته للملف الإيراني الذي قد كان وضعه بين أولويات حملته الرئاسية، واعدا بإلغاء الاتفاق النووي الذي عقده سلفه باراك أوباما مع طهران. وقد بدأ الرئيس الأمريكي الجديد معالجة الملف الإيراني بالتزامن مع معالجته للملف الكوري، وبدرجة مماثلة من العنجهية المفتقرة إلى أبسط درجات الحنكة السياسية. فبعد أن تسببت زيارته للمملكة السعودية بأزمة خليجية حادة ومواجهة باتت تبدو وكأنها مستعصية بين حلفاء الولايات المتحدة المحليين، تأكد أن ضربته العسكرية اليتيمة للنظام السوري بسبب استعمال هذا الأخير للسلاح الكيماوي لم تكن سوى محاولة بائسة لإقناع العالم بأنه أي ترامب أكثر ذكورية من سلفه. وقد أفصحت عن تخبط كبير في السياسة الأمريكية إزاء سوريا يفاقمه التخبط الأكبر في سياسة واشنطن إزاء روسيا، الدولة المحورية في المجالين السوري والإيراني. وإن لم يدخل في معادلة الملف الإيراني مريض نفسي بارز آخر، لو استثنينا حالة تنظيم دولة داعش الجنونية، يكفي أن ثمة جناحا من النظام الإيراني تحركه العنجهية وأطماع توسعية بالغة الخطورة، وأن أحد أطراف الملف الرئيسيين أكثر دول العالم عدوانية، ألا وهي الدولة الصهيونية التي يحكمها أقصى اليمين الصهيوني والتي تحوز هي أيضاً على السلاح النووي. قطاع تعليمي مهم توقف عن السير قدماً ووفقاً لعنوان بارز في موقع بوست: تدهور قطاع محو الأمية في اليمن مع استمرار الحرب. قال الموقع: ما زالت الأمية واحدة من أهم المشاكل التي يعاني منها اليمن بعدما زادت أعداد الأميين في مختلف المحافظات بالترافق مع ضعف مخرجات مراكز محو الأمية خصوصا في زمن الحرب. ويروي الموقع قصة مواطنة يمنية اسمها سميرة علي، والتي تمكنت من انتزاع فرصة لتعلم القراءة قبل اندلاع الحرب في مركز لمحو الأمية في صنعاء، فهي اليوم تستطيع قراءة القرآن والصحف وإن كانت تواجه صعوبة في ذلك. تقول إنها التحقت بصفوف محو الأمية بالرغم من بعدها ساعة عن منزلها بعدما شعرت أنها معزولة عن عالمها وجيلها الذي حصل على فرصة التعليم. وتضيف سميرة التي تحدثت في تقرير نشرته العربي الجديد: تساءلت كثيرا كيف بقيت أمية ولم أتمكن من القراءة والكتابة طوال السنوات الماضية جميعها، بينما يتمكن طفل خلال أول عامين في المدرسة من القراءة والكتابة. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.
اخرجوا عيالنا، اخرجوا اخواتنا. انا اشهدكم الله بحق الاخوه بحق الاسلام، خافوا من الله، احنا كلنا يمنيين. اسالكم بالله، اسالكم بالله، اخرجوا عيالنا من السجون، اخرجوا عيالنا من السجون. هذا شعار مرضي قصته، قصته لا يخرج، تخرج لا يخرج زوجها. أهلا بكم من جديد. قال العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا في تعز في حديث للعرب الجديد إن قوات اللواء 22 تبنت الحملة الأمنية في تعز ضد الجماعات الخارجة عن القانون بعد اغتيال العشرات من أفراد الجيش في نطاق مسؤولية اللواء من قبل عناصر تابعة للجماعات الخارجة عن القانون. وذكر أن الحملة الأمنية التي يقودها اللواء 22 ميكا بمشاركة محدودة من وحدات عسكرية في قيادة المحور ستستمر في ملاحقة هذه الجماعات المتطرفة، مؤكدا أن قواته داهمت أوكار تلك الجماعات المتواجدة في مناطق حي الصميل وحي الجمهوري شرق مدينة تعز، مضيفا أن قوات اللواء 22 تمكنت من القبض على 6 عناصر متطرفة اتضح من خلال التحقيقات معهم تورطهم الفعلي في اغتيال كثير من أفراد الجيش التابعة للحكومة الشرعية، وأن من بين الضحايا أكثر من 70 فردا من قوات اللواء 22 ميكا، وبعض المعتقلين ينتمون إلى محافظات أخرى من بينها اللحج وأبين دخلوا تعز قبل 10 أشهر. أكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر أن تعنت الانقلابيين في اليمن جعل الحل العسكري في بلاده خيارا ضروريا، موضحا أن الانقلابيين يريدون سلاما مفصلا على هواهم يمكنهم من خلاله الاحتفاظ بأسلحتهم واستمرار سيطرتهم على المناطق التي لا تزال تحت أيديهم في اليمن. وذكر في تصريحات للقدس العربي أن الرئاسة اليمنية والحكومة مع سلام لا تكون فيه للميليشيات سيطرة على إمكانيات الدولة وسلاحها، ومع سلام تتحول فيه الميليشيات إلى حزب سياسي وتشارك في العملية السياسية دون ترهيب المواطنين بقوة السلاح. وعن إمكانية الحل العسكري أشار إلى أن الضغط العسكري سيتواصل حتى تتم استعادة صنعاء بالتقدم نحو حزامها الجغرافي والضغط لتسليم العاصمة. وفي سياق الحديث عن إمكانيات الانقلابيين وطول فترة الحرب، قال إن الحوثيين يعتمدون على ما نهبوه من البنك المركزي اليمني وهو يقدر بعشرة مليار دولار من الاحتياطي النقدي ومن مستحقات التقاعد. حين تساءل الكاتب والروائي كونتر جراس عن مصير كلاب الفورهرر المدللة، ترك للآخرين حصتهم من السؤال عن مصائر المقربين من هتلر بدءا من الرقيب كوبلز وليس انتهاءا بالدكتور مايلور مرورا بالجنرالات. هكذا بدأ الأردني خير المنصور مقاله المنشور في القدس العربي. لقد كتب الكثير عن محاصيل الشقاء والحصاد المر للاستبداد في تاريخنا بدءا من ابن خلدون حتى عبد الرحمن الكواكبي، لكن نادرا ما كان للثقافة باعتبارها الضحية الكبرى نصيب في هذه التراجيديا، ربما لأنها مهمشة أساسا أو غير معترف بجدواها بالقدر الذي يبرر الكشف عن الخسائر الناجمة عن توظيفها المعكوس، بحيث تصبح طريقا معبدا إلى العبودية بدلا من أن تكون طريقا وعرا إلى الحرية. بالطبع لا أحد يعرف مصير كلاب الفهرر المدللة وذات الرتب العسكرية تماما، كما أننا لا نعرف مصير الموظف المختص في العناية بأحذية رئيس مخلوع أو مقتول، لكننا نعرف إلى حد ما مصائر وعاظ هؤلاء الذين احترفوا تبرير الخطايا وتمرير قطيع من الفيلة من ثقب إبرة. وإذا كان بعض هؤلاء قد ظلوا على قيد الحياة فذلك لكي يتاح للناس أن يعاقبوهم على كل ما اقترفوا، سواء بالتجاهل أو التهميش أو الاعتذار وإعادة الاعتبار لمن كانوا من ضحاياهم لبعض الوقت، سواء كان اسمهم كلاب الفهرر أم تنابلة السلطان أم الوعاظ.
فإن المسمى يبقى واحدا وهو ثأر الولاء الأعمى من الكفاءة البصيرة، كما خسرت ثقافتنا العربية نتيجة الإصابة الوبائية بهذا الداء، وهل لدينا أمصال تكفي لتلقيحنا ضد التكرار؟ نطالع في عدد اليوم من صحيفة الحياة اللندنية عنوان 145 قتيلا من جماعة الحوثيين وعلي صالح. قالت الصحيفة أسفر الأسبوع الأول من أيلول سبتمبر الجاري عن سقوط 145 قتيلا من عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح بينهم قيادات ميدانية، وذلك خلال المعارك الدائرة في جبهات القتال المختلفة. وتستند الصحيفة إلى تقرير لموقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت أشار إلى أن 75 قتيلا سقطوا في ميدي وحدها خلال محاولات الميليشيات استعادة مواقع أحكم الجيش اليمني السيطرة عليها. وأسفرت المعارك التي شهدتها الجبهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد عن مقتل 22 عنصر من عناصر الميليشيات، في حين سقط 18 قتيلا في جبهات نهم شرق العاصمة صنعاء، وعشر في صرواح شرق محافظة صنعاء، وثمانية بجبهات محافظة الجوف، وسبعة في جبهات صعدة، وخمسة بمريس شمال الضالع. شيعت الميليشيات في مديريتي اليزيدية والضحى في محافظة الحديدة عددا من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في المعارك الدائرة في ميدي. إلى موقع المدى والذي عنون في صفحته الرئيسية: باكستان تفتتح المفاعل النووي الخامس في البلاد. وافتتح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي المفاعل النووي الخامس في بلاده الذي تم تشييده بالتعاون مع الصين، وسط أمل في تمكن حكومته من إنهاء الانقطاعات المزمنة في التيار الكهربائي العام الحالي. يضيف الموقع: باكستان إحدى الدول النامية القليلة التي ما زالت تسعى إلى تطوير الطاقة الذرية في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية في اليابان لعام 2011 لمحاولة تعويض نقص في الكهرباء يبلغ 7000 ميجاوات في أوج الصيف، أي حوالي 32% من الطلب الإجمالي. وقال رئيس الوزراء إن مشاريع الطاقة التي ستولد 10000 ميجاوات سينتهي بناؤها في حزيران المقبل. في موقع شبكة البي بي سي عنوان بارز: اليابان ترفع شعار لا للعمل حتى الموت. قالت الشبكة: يسعى البرلمانيون وأصحاب الشركات في اليابان إلى خفض عدد ساعات العمل وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة لصالح الموظفين، وذلك في محاولة لحل أزمة قومية تؤثر على الإنتاج. وتأمل الحكومة اليابانية أن تؤدي الحملة التي أطلقتها مؤخرا إلى تحسين اقتصادها ومنع موظفيها من الرجال والنساء من العمل حتى الموت. وتتلخص هذه الحملة في عبارة إصلاح نهج العمل في البلاد، ويهدف هذا الشعار بشكل عام إلى تغيير ثقافة أماكن العمل لمواجهة ظاهرة تعرف في اليابان باسم كاروتشي أو الموت من كثرة العمل. تعلق البي بي سي: يبدو أن ثقافة العمل لساعات طويلة ووفق نظام هرمي صارم، وهي الثقافة التي خدمت البلاد جيدا خلال فترات نموها الكبير في الستينيات وحتى الثمانينيات، تحولت الآن إلى شوكة في حلق البلاد. وبناء على طلب من الحكومة تتجه العديد من أماكن العمل الآن إلى تقليص ساعات العمل الإضافية لتطبيق شعار تلك الحملة ودفع العاملين لمغادرة أماكن عملهم في أوقات مبكرة، بالإضافة إلى إطفاء الأنوار في المكاتب في وقت محدد من اليوم، أو مطالبة الموظفين بالحصول على إذن مسبق للعمل في مكان العمل لوقت متأخر. دور الولايات المتحدة كشرطي عالمي. تحت هذا العنوان كتب جراهام فولر مقاله المعد نشره في صحيفة الغد، ويقول في جزء صغير من المقال: هل ينبغي السماح لمعظم البلدان والشعوب أن تصنع وصفاتها الخاصة بتسوية قضاياها الخاصة؟ ألا يجب أن تتولى هي المسؤوليات المحلية؟ ألا ينشأ النضج السياسي من رحم الاضطرار إلى التعامل مع المنافسين في داخل بلد ما أو منطقة ما؟ فلنتذكر أن الجميع يبدون شغفا في أن تحارب الولايات المتحدة في صفهم. ألم يتطلب واقع الحال في حينه اندلاع حربين عالميتين فظيعتين سبقتهما العديد من القرون الأبشع، قبل أن يدرك الأوروبيون الميالون إلى الحرب أن ما جرى كان كافيا
ويبتكر بعد ذلك آليات للتعامل مع بعضهم بعضا. ومع ذلك أصبح موضوع الحرب في السياسات الأوروبية ليس قابلا لمجرد التفكير فيه. هل يجب أن تنضج المشاكل قبل أن تقرر الفصائل المتحاربة أن الضغط في اتجاه إطالة أمد الصراع هو ببساطة شأن ضار جدا وخطير جدا ومكلف جدا وحتى غير أخلاقي؟ سوف يكون من المحزن التفكير بأن عظمة الولايات المتحدة تعتمد على التدخل والحرب الدائمتين باسم الحفاظ على النظام العالمي. ربما يكون مقدرا لنا في الحقيقة أن نشهد عالما داروينيا بالطراد والذي يعمل من دون الأخ الكبير، لكن الكتابة على الحائط تقول ثمة قلة في العالم لا تزال تدعم ممارسة الدور الأمريكي كشرطي العالم، أو ربما ممارسة أي دولة منفردة لدور الشرطي إذا احتاج الأمر إلى دور هذا الشرطي، وقد يكون هناك بين الفترة والأخرى دور له. فإن من الأفضل أن يضم مجموعة من اللاعبين الدوليين الرئيسيين في الحد الأدنى الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، كما أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يلعب عندما يستطيع الاتفاق دورا مهما. بين الخوف من الموت والهروب لأجل النجاة والمغامرة والركض شغفا بالحياة وابتسامات السياسة ومخاوفها، تنقل العالم بالأمس في مناحيه المختلفة، وقد وثقت عدسات المصورين تلك اللحظات التي نشاهدها عبر صفحات ديلي تيليغراف في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.